في ظل الطلبات المتزايدة على المحاصيل الزراعية وتفضيل المتسوق للمنتج المحلي، يفتح سوق المزارعين البحرينيين أبوابه خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان المبارك. نعم، قد حرص المزارعون المشاركون في فعاليات السوق على إبراز كميات وفيرة من إنتاج مزارعهم التي تمتاز بالجودة العالية والأسعار المناسبة. محاصيل زراعية في مكنونها حب الإنسان البحريني للزراعة، فما أن أخلص لها حصد ثمارها اليانعة التي تمتاز بجودتها العالية. وسوق المزارعين دائما ما يترجم الإقبال الكبير على المنتج المحلي من الخضروات المتنوعة التي حصدت بأيد بحرينية. وخلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان المبارك، يفتح السوق أبوابه بمنتوجات زراعية تلبي طلبات المواطنين والمقيمين عليها. أول أسبوع من شهر رمضان الكريم، ما شاء الله وفرنا الكميات كبيرة من الشيري طماطم، من الفليف لبنواعها. موفرين كل شيء حق رمضان، من طماطم، من ليمون ملفوف، من قرع، وادنجان، بوبر. عندنا زباين كثيره من السعوديه تجي، من الكويت. الزراعه موجودين والخضروات وكل شيء موجوده الحمد لله، وباسعار كلها مناسبه يعني رخيصه. احنا مشاركين في شهر رمضان ومستعدين بقوه الى شهر رمضان في المشاركه يعني، وعندنا كل الانتاجات، عندنا من الورد، وعندنا الفلفل البارد جميع انواعه، وعندنا الطماطم البلمب هي نوعيه جديده اول مره تنزل في البحرين، وعندنا التوت. خضروات محلية طازجة تتوفر لتكتمل بها الصورة في إعداد العائلة ما لذ وطاب من أشهى المأكولات البحرينية على وجبة الإفطار في شهر رمضان، فيحرص الزبائن على شراء الكمية الكافية من الخضروات ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة. أنا من المواظبين على زيارة سوق المزارعين بشكل أسبوعي، الفترة جدا مناسبة، وأحس إن المنتجات البحرينية قاعدة تزيد خلال الفترة، والمواطنين قاعدين يقبلون بشكل عام على سوق المزارعين كل مرة أكثر فأكثر. أجواء بالمكان ممتازة ما شاء الله، أجواء رمضانية، والحلو فيه إن ساعات الدوام أفضل من الأول، لأن بتعرف الحين نحن برمضان بنسهر، فما معقول نجي على بكير، فيعني فكرة حكيمة إن يبدأ الدوام من الوحدة للعصر وبعدها بالليل، لاني الصباح بكير ما حدا يصحى برمضان، فما شاء الله كثير ترتيب حلو. والله شيء طيب الحمد لله، بالذات انه في شهر رمضان المبارك والشغلات كلها حلوه، ومرينا على المزارعين كلهم عندهم انتاجهم طيب وكل شيء زين والاسعار طيبه ولله الحمد. احدث سوق المزارعين نقله نوعيه في دعم المنتج البحريني، وساهم في إشراك المزارع البحريني في تحقيق الاكتفاء المحلي في ظل ما يشهده السوق من إقبال كبير على الخضروات في شهر رمضان المبارك. تمثل زيارة سوق المزارعين تجربة بحرينية فريدة، إذ استطاع السوق أن يكون له قاعدة جماهيرية واسعة بفضل الفعاليات المتنوعة، كما أصبح السوق منصة مهمة للترويج للمنتج الزراعي البحريني. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.